انت ايه اكتر ادوار بتحبيها الممدوح عبد العليم يا شفيقة؟ بحب له طبعا حاجات كتير، بس يمكن اكون بحب له حاجات يعني انا بشوفها، يعني الناس بتحب رامي خشوع بحبه طبعا، بس مثلا انا بحب سمع هوسه اكتر، يعني بحس ان هو يعني فيلم جريء في وقته، انه ممدوح دخل الانتاج فيه وكان طبعا مش لوحده، كان مع الشريف عرفة وماهر عواد ورقص وغنى، ويعني في الوقت مختلف ده مختلف، دور مختلف، ما كانش فيه، بذل مجهود وباع عربيته عشان ينتج الفيلم ده. وبعدين في شخصية ممدوح أصله، سمع هوس دي شخصية ممدوح، اللي عارفة اللي بيضحك اللي بيرقص. خدي بالك ممدوح كان بيتدرب رقص وبيانو ومزيكا، كان معجون فن كده يعني. انا حمص حمص يا حلاوه، اخد حمرتك كل شقاوه، وبقدر نفسي وحلاوه، زوجتي ونوجه وحلاوه. فانا بحب له سمع هوس، بحب له مشوار عمر، خالتي صفيه في السينما يعني. ممدوح عمل 40 فيلم. مشوار عمر حلو جدا من الحاجات مع محمد خان. بحب له سوبر ماركت، بحب له في التلفزيون طبعا كتير، خالتي صفية والدير بحبه جدا، دور حربي من الادوار الصعبه جدا اللي عملها ممدوح، كان هايل فيه، كان هايل فيه وتعب فيه قوي. ده يمكن قبل ما نتجوز هو عمله. ايه ده والله، حربي، قبل ما يعني خالتي صفية والدير دي كانت في التسعينات مش في الالفينات. يا خالتي صفية والدير كنا بنحضر للجواز. عم انا مش فاضي للكلام ده، ده بدل ما تزغطي وتفرحي صفيه اللي ربنا عوض عليها بعريس زي خالد به القنصل كبير كبير عليها يا ولدي، وهيكبرها مجال يا عم، دي البلد كلها فرحانه. ولو كنت اتجوزتها انت برضك البلد كانت هتفرح اكتر واكتر يا حربي. عم انا مش فاضي للكلام ده، والله ماني فاضي، انا طالع وسط الناس عشان افرح وياهم، البلد كلها سهرانه للصبح تغني وترقص.